الو يا شباب، طبعا الاهالي استغاثوا وعملوا بلاغات في الشرطة، والحقيقة بيقولوا انه الامن كان معاهم على طول خط وحاولوا يتواصلوا مع السيد المحافظ. انا بقول بس ارجو ان السيد المحافظ يرد علينا او من يتحدث باسم محافظة بورسعيد علشان نعرف ايه الموضوع. يعني هل ده مصنع فعلا زي ما الناس بتقول خطر على الاهالي، خصوصا العمارات او العماير لازقة فيه؟ طيب محمد رجع. محمد اتفضل. ايوه ازي حضرتك يا استاذ محمد، اهلا بيك. ايه اللي حصل قول لي. حضرتك انا من ساكن الحي الاماراتي، تمام. حضرتك انا عمارتي مواجهه للمصنع على طول، تمام. حضرتك بيطلع صوت الشعله بيشتغل على مدار 24 ساعه. هو مصنع ايه؟ بيصنع ايه؟ مصنع بيصنع سينمار، مصنع سينمار للكيماويات. كيماويات، تمام. حضرتك بيبقى الشغل شغال، الشغل اللي الشغل شغال 24 ساعة. تمام. حضرتك احنا ما بنعرفش ننام لان الصوت بيسمع الحي كله. الو؟ ايوه معاك معاك. ايه حكاية ان الاطفال اصيبوا باختناق؟ وحضرتك بقاله كام يوم بيطلع رائحة، بيطلع روايح بتخنق الاطفال، وانا عندي اطفال صغيرة. تمام. وحضرتك يمكن اتعرض على حضرتك بعض الصور اللي بتثبت صحه الكلام اللي انا بقوله لحضرتك. هاتولنا صور الاطفال يا شباب. انتوا خدتوا اجراء يعني؟ هل ذهبتوا للمحافظ؟ هل ذهبتوا لاي مسؤول؟ حضرتك المصنع حضرتك كان مطلع تقرير قبل ما المساكن تطلع بتقول خطوره انشاء وحدات سكنيه بجوار المصنع. تمام. تمام. يعني المصنع سابق للوحدات السكنيه، الوحدات السكنيه بجد بعد المصنع. تمام. هو حضرتك المساكن بعد المصنع. تمام. وكان المصنع طلع تقرير ان ممنوع انشاء وحدات سكنيه بجوار المصنع. طب مين اللي انشا بقى الوحدات السكنيه؟ حضرتك دي انشات في عهد كان المحافظ احمد عبد الله، محافظ بورسعيد السابق. تمام. تمام. فحضرتك دلوقتي احنا كان مشروع اجتماعي. طيب. بورسعيد حضرتك عارفه بتاع 2013. طيب. طيب. طيب محمد انا بشكرك. اخد حسين عشان في جاي لي مكالمات كتير. اتفضل يا حسين. استاذ حسين اتفضل يا فندم، اتفضل في عجاله، اتفضل. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. بقول لحضرتك انا احنا ساكنين في الحي وراضيين بنصيبنا وما اتكلمناش في اي حاجه، تمام؟ والمحافظ طلعنا بره بورسعيد مع ان احنا المفروض نبقى جوه البلد. المفروض ما ندفعش فلوس في حاجه زيها، منحه اماراتيه ببلاش. تمام. احنا راضيين بكل حاجه، ولا في خدمات ولا في مواصلات، راضيين بكل حاجه. لكن يبقى في ريحه وعيالنا تموت وعشان ننزل امبارح نطالب بحقنا الحكومه تيجي تضربنا ويعتقلوا الشباب. طيب طيب. بص يا حسين، بص يا حسين، انا عايز بس موقف المحافظ، عايز موقف المحافظ. المحافظ معلش يعني حضرتك كل برنامج بيطلع. طب انتوا عملتوا بلاغ؟ عملتوا بلاغ؟ عملنا كل حاجه. والبيئه بتيجي مجرد. طيب اصحاب المصنع رايهم ايه؟ ما بقول لحضرتك مجرد ان البيئه تخش الحي المصنع. طيب انا قدامي تقارير البيئه كويس جدا. طيب يا جماعه هاتوا لي حد من البيئه بعد اذنكم. تقارير البيئه كويس جدا، هاتوا لي حد من البيئه يا شباب، هاتوا لي حد من البيئه لو سمحت. عايز حد من البيئه. شكرا يا حسين، بشكرك بشكرك. عايز حد من البيئه ضروري ضروري. ادي الاطفال. يعني انا قدامي تقارير البيئه يعني بيقول فعلا انه الحاجات اللي طالعه دي الانبعاثات دي يعني خطر في على المنطقه. فانا اتمنى السيد، طب هاتولي المتحدث باسم وزاره البيئه ده يعني صديقنا يعني الوزيرة قافله تليفونها والمتحدث باسم البيئه قافل تليفونه. ارجو تفتحوا تليفوناتكم عشان توضحوا لنا ايه الموقف من مصنع الموت زي ما الاهالي بيسموه. وارجو برضو السيد محافظ بورسعيد يرد او يجعل احد العاملين معه يرد. هروح لكرداسة. الحقيقة برضو يعني حصلت مشاجرة بالمولوتوف بسبب حرق القمام كرداسة، احتراق 3 منازل وحبس 10 متهمين. يعني الحكاية مش ناقصة يا جماعة، يعني عيلتين بمنطقة كفر حجازي يعني اتخانقوا ولعوا في بعض بسبب شوية زبالة قدام بيت واحد فيهم. يعني حرام، ما ينفعش والله. هروح بقى لكفر الشيخ في حادثة.